أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلاب الأعزاء، طالبات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا بإذن الله في هذه المحاضرة للحديث عن عدة محاور يجب التنويه إليها، فأعيروني أسمعكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سنتناول في هذه المحاضرة الحديث عن أسباب النزول، وسنتناول في أسباب النزول ما معنى أسباب النزول وفوائد معرفة أسباب النزول. كذلك سنتحدث عن جمع القرآن في العهود الثلاثة، بدءا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعهد أبي بكر، بجمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا. ثم سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة عن ترتيب سور القرآن الكريم، وسنقسم سور القرآن الكريم طولا وقصرا، وكل حسب اسمه بإذن الله سبحانه وتعالى. لنبدأ بالحديث عن أسباب النزول. ما معنى أسباب النزول؟ طبعا أسباب النزول هي حادثة تقع فينزل فيها القرآن، أو سؤال يوجه إلى النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن للإجابة على هذا السؤال. بهذا التعريف الذي بين أيدينا نستطيع أن نقسم أو أن نقول أن سبب النزول يكون بسبب أمرين، إما أن يكون حادثة تقع فينزل فيها قرآنا، أو سؤالا يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الإجابة تبعا لهذا السؤال. لو جينا للأمر الأول أو السبب الأول الذي يكون بسببه نزول لهذه الآيات، سنقول مثالها أن ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى جبل الصفا وقال وصاحباه، وهذه كانت يعني مقولة تقال عندما أراد إنسان في الجاهلية أن يجمع الناس لأمر جلل أو لخطب جلل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في قريش فاجتمعوا، وعندما اجتمعوا سألهم قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا لسفح هذا الجبل أو كنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فرد عليه أبو لهب وقال ألي هذا جمعتنا تبا لك. فنزل فيه الآية أو فيه سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. إذا هناك أمر حدث أو حادثة حدثت وبناء عليها نزلت هذه السورة. الأمر الثاني هو ما حصل كان إجابة على السؤال عندما جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء، لأن عائشة كانت تسمع يعني بعض الكلام ويخفى عليها أغلب الكلام، فسبحان من وسع سمعه كل شيء. فكانت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلم زوجها عندما هجرها زوجها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أني زوجته ونثرت له بطني عندما كبرت وأكل شبابي، وكبر سني وأكل شبابي، وانقطع يعني إنجابي أو أولادي حينها تركني أو هجرني. فنزل فيه آية الظهار، ونزلت الآية عندما قالت اللهم إني أشكو إليك زوجي، فنزل في هذه الشكوى قرآن يجيب عن آيات أو ردا على آيات عن حكم الظهار، عندما قال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه الآيات التي تتلو هذه البداية في السورة كل أحكام الظهار التي سألت عنها خولة بنت ثعلبة. فبهذا نكون قد عرفنا أن أسباب النزول تأتي إما لحادثة أو لسؤال يسأله أحد الصحابة الصحابيات
أو غير الصحابة حتى من الكفار، فيأتي بذلك أو ينزل بذلك عليه قرآنا كريما. ما الفائدة من معرفة أسباب النزول؟ هل يجب أن نعرف سبب النزول ولا يكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا بأي حكم ينزل أو بأي قصة نصدقها نزلت في القرآن الكريم؟ لا طبعا، نحن مأمورون بالتصديق ونحن مأمورون بالتسليم، لكن معرفة أسباب النزول ليس فقط ينحصر فيها الفائدة، لا تنحصر فقط بالانقياد والتسليم، ولكن هناك فوائد أخرى جمة نستطيع أن نعرج عليها. أولا، من فوائد معرفة سبب النزول بيان الحكمة من تشريع حكم من الأحكام، وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث، كحادثة الظهار عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عندما عبد الله بن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى وجهه لوجهاء القبائل ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كعدد وكقيادة لهذه القبائل قد يأتوا بالمزيد، فجاء العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كذلك كثير من الآيات القرآنية التي وردت ما هي إلا لبيان الحكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن يعلمها للناس وأن يؤدب الناس بها وأن يعظ الناس بها، فتأتي في شكل سبب نزول. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول أمر مهم جدا، وهو تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب، عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. عند الوقوف عند هذه الآية سنرى أن اللفظ الظاهري أو اللفظ هنا عام، أن كل إنسان يحب أن يحمد ويثنى عليه بما آتاه الله سبحانه وتعالى له عذاب أليم، ولذلك أشكل إذن اللفظ عام في كل من أراد أن يحمد بشيء فعله أو يفرح بشيء فعله فله عقوبة وهو أن له عذاب أليم. هذا هو اللفظ العام، لكن هل هناك سبب خاص لهذه الآية؟ سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى عندما ما حدث مع مروان عندما أرسل بوابه رافع فقال له: اذهب إلى ابن عباس وقل إن كان، وقل له لئن كان كل امرئ، لئن كان كل امرئ منا فرح بما أو يفرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذب، إذن لنعذبن جميعا. إذن هنا أشكل على مروان نفسه، فماذا كان رد ابن عباس؟ قال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت في أهل الكتاب، إنما أنزلت في أهل الكتاب. أيضا من الفوائد الجليلة في معرفة سبب النزول، إذا ورد اللفظ عاما وورد دليل بتخصيصه، هنا لا نقصر تخصيص، وهنا شرط أن نعرف سبب التخصيص أو سبب ورود هذه الآية. هنا في هذه الحالة إذا عرفنا السبب لن تقتصر الآية على السبب، وإنما ستعمم على كل من ينطبق عليه أو يقع عليه نفس صورة هذا السبب. لماذا؟ لأن ورود السبب في هذا الأمر قطعي، واندراج صورة السبب في غيرها من الصور إن كان تكرر السبب يكون أيضا أمرا قطعيا، وإخراج هذا السبب أو صورة هذا السبب من هذه الآية يعتبر اجتهادا ظنيا، فلا يقدم الظني على القطعي، كقوله سبحانه وتعالى فيما حصل مع، هل هو خاص بعائشة، هل هو خاص بأمهات المؤمنين أم يعم جميع النساء، هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الآية لو لاحظنا أن هناك اللفظ عام، وإن كانت وردت في عائشة لكنها
تنطبق على كل من جاء فيه نفس صورة هذا السبب، لأننا نعرف أن هنا سبب هذه الآية والقذف الذي حصل والظلم والبهتان العظيم الذي يقع على المؤمنات اللواتي يقذفن بغير برهان وبغير دليل، فهؤلاء يستحقون العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أيضا لو جئنا وتابعنا فوائد أسباب النزول سنرى أن هذه الأسباب أسباب النزول تيسر علينا وتسهل علينا فهم معاني القرآن الكريم. في الحادثة التي حصلت قبل قليل وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أشكل على صحابة، لكن عندما فهم السبب بطل العجب، فأصبح هناك فهما واضحا عميقا للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الآية. أيضا من الفوائد التي لابد من التنويه عليها أن سبب النزول يوضح من نزلت فيه الآية، فلا تحمل على غيره بمحمل العداوة والخصومة. ليس كل من أراد أن يرمي شخصا ما بسبب عداوة أو خصومة فيرمي به هذه الآية ويقول أن هذه الآية نزلت فيه، وهذا بالضبط ما حصل مع عائشة عندما نزلت آية والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إذا وقفنا عند هذه الآية سنرى أن سبب نزول هذه الآية، لنفهم السبب حتى نستطيع أن نفهم معنى الآية، وحتى نعرف أن هنا سبب النزول كان قد نزل في شخص ما فلا يجوز أن نحمله على شخص آخر لسبب ما في أنفسنا أو في نوايانا. سنجد أن هذه الآية طبعا عندما سمعت عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية ألقاها مروان قال بأن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قالت عائشة؟ قالت ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذريتي، في براءة عائشة من حادثة الإفك. ما سبب هذه القصة أو ما سبب نزول هذه الآية؟ أن مروان لما طلب البيعة لابنه قام وقال، ماذا قال؟ قال سنة الله ورسوله، يعني أن تولي ابنه من بعده إنما هي على سنة الله ورسوله. لم يعجب ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فماذا رد عليه؟ قال بل سنة هرقل وقيصر، لأنه أرادها أن تكون في أهله، وأرادها ألا تكون بالشورى، فأراد أن يعطي الحكم لابنه من بعده. فقال مروان هذا الذي نزلت فيه آية والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وبناء عليه كان رد عائشة أن هذا لم ينزل في أحد، والله وإني أعلم في من نزلت، ولو والله ما هو به، ولو أردتم لقلت، يعني لو أردتم أن أقول في من نزلت لقلت، لكنها أدبا مع الله سبحانه وتعالى لم تقل في ما نزل أو في من نزلت هذه الآية، لكنها حملت على غير محملها وعلى غير الشخص الذي نزلت فيه للانتصار لرأيه وللانتصار لفكرته. هذا باختصار شديد الحديث عن أسباب النزول. إذا تحدثنا في أسباب النزول عن أولا تعريفه، وقلنا أنه يحدث لأمرين، إما حادثة وإما إجابة عن سؤال، وتطرقنا لمثلين وهي سورة المسد كحادثة نزلت وسؤال على جواب خولة بنت ثعلبة في سورة المجادلة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الفوائد وعرفنا أن هذه فوائد أسباب النزول العظيمة، منها تيسير فهم القرآن الكريم، ومنها مراعاة مصالح الناس ومراعاة اللي هو الحكم الجليلة لتعريف الناس بحكم الله سبحانه وتعالى،
عرفنا ايضا ان في بعض الايات حسب سبب النزول قد تكون العبره بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، وفي ايات اخرى عند بعض الاصوليين العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وبناء عليه نكون قد انتهينا من الحديث عن اسباب النزول، لننتقل الى محور اخر من محاور محاضرتنا لهذا اليوم، وهذا المحور يتحدث عن قصة جمع القرآن الكريم في العهود الثلاثة، وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث عن جمع القرآن الكريم، ما معنى جمع القرآن الكريم؟ جمع القرآن الكريم أي جمعه أو حفظه في الصدور أو في السطور، حفظه في الصدور أو في السطور، أي أن تكون هناك القرآن مجموعاً لدى الصحابة إما حفظا في صدورهم أو مكتوبا في سطورهم على اختلاف الأدوات التي كانوا يستخدمونها في وقتهم آنذاك. نأتي للحديث بالتفصيل عن كيف جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل جمع، لم يجمع، كيف جمع، من الذي قام بجمع القرآن. لنقل في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتابا للوحي، عندما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للحفظ في قلب النبي أو في صدر النبي وهي النسخة الأصلية الموجودة، كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا للوحي كعلي بن أبي طالب ومعاوية وأبي وزيد، هؤلاء هم كتاب الوحي الذين كان يعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمانتهم وفي كتابتهم وفي حفظهم وفي توثيقهم لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا جبريل كان يدارس القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، إلا في العام الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقبض إليه صفيه وحبيبه فدارسه فيه مرتين. لماذا كان يدارس جبريل القرآن؟ طبعا نحن نعرف لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ له أو عليه القرآن، لكن جبريل أيضا كان يدارسه لتثبيت حفظه، وهذا درس لجميع حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يجب عليهم أن يدارسوا القرآن ويتابعوا حفظه ويتابعوا مراجعة ما حفظوه من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه يتفلت. كيف كانوا يكتبون أو على أي شيء، ما هي الأدوات التي كانوا يستخدمونها لكتابة القرآن الكريم؟ طبعا بالنسبة لعصرهم والوقت الذي عاشوا فيه، لابد أنهم استخدموا أدوات كانت موجودة لديهم وأدوات كانت متاحة يمكن أن يحفظوا بها ما كان يكتب ولو على مدى قصير. إذن كانت الكثير من الأدوات الموجودة في عصرهم مثل عسب النخيل أو اللخاف، وهي الحجارة الرقيقة التي كانوا يحفرون عليها آيات الله سبحانه وتعالى، الرقاع وقطع الأديم، كثير من الأدوات البدائية البسيطة التي كانوا يحاولوا أن يكتبوا عليها ما نزل من الوحي للمحافظة عليه لأطول فترة ممكنة. لماذا تميز جمع القرآن في العهد النبوي؟ سنة. أولاً كتب القرآن في العهد النبوي بالأحرف السبعة التي نزلت على لسان قريش. ثانياً سنجد أنه رتب أو مرتب الآيات كانت مرتبة لكن السور غير مرتبة. الآيات مرتبة والسور غير مرتبة. هذا في العهد النبوي. نأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انقضاء فترة من نزول القرآن سنأتي لأننا سننتقل تلقائيا إلى عهد أبي بكر الذي أعطي البيعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل في عهد أبي بكر لكي يجمع القرآن، وكيف جمع، ومن أشار عليه، وهل وافق أبو بكر أو لم يوافق، وعندما وافق لماذا وافق؟ سنرى كل هذه الأحداث التي جعلت هناك جمعا للقرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أولا سنجد أن هناك حدث أمر جلل
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما هو هذا الأمر الجلل؟ هو حروب الردة. حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير من الناس الذين كانوا آمنوا بمحمد، وعندما أرسل إليهم أبو بكر لجمع الزكاة قالوا نصوم ونصلي وواوا ولكننا لا ندفع الزكاة. إذا أرادوا أن يفرطوا بركن من أركان عقيدتنا ومن أركان إسلامنا. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتم عليه. وبالفعل حصلت حروب الردة. للأسف الشديد كان من نتائج حروب الردة استشهاد عدد كبير من الصحابة، وليسوا أي صحابة، كل صحابي استشهاد 70 من الصحابة الذين يعتبروا من حفظة كتاب الله. معنى استشهاد 70 صحابي أي أن 70 نسخة ضاعت، لأننا قلنا أن القرآن الكريم إما نسخة في الصدور أو نسخة في السطور. إذا 70 نسخة من التي في الصدور للأسف الشديد استشهدوا وقابلوا الله سبحانه وتعالى مقبلين غير مدبرين. لكن هذا الأمر شكل زلزالا بين المسلمين، لأنهم خشوا وخافوا على القرآن الكريم، فمن باب الأمانة ومن باب الصدق مع الله والصدق مع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يجدوا حلا لهذه المشكلة. ملهم هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سنجد أنه فكر في الأمر كثيرا وراعه وهاله ما حصل من استشهاد عدد كبير من حفظة كتاب الله. فماذا فعل؟ أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن لابد من جمع القرآن الكريم. لنأتي بهؤلاء الصحابة الذين المتواجدون الآن الذين لم يستشهدوا في المعركة، ونكتب ما في صدورهم ونضمه إلى ما في سطورنا لنبقي على هذا القرآن الخالد. ماذا كان ردة فعل أبو بكر الصديق؟ طبعا في البداية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم ينشرح صدره لهذا الأمر، ولو أردنا أن نعرف السبب لربما كان سبب امتناع أو عدم تعاطي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع مشورة عمر بن الخطاب أنه خاف أن يحدث شيئا في دين الله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشي أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، خاصة أن هذا الأمر هو يعتبر نازل على المسلمين لم تحدث من قبل. فكان فكرة أن يقوم بعمل لم يبدر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبادر له النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له أمر جلل لا يستطيع أن يقدم عليه. لكن سنجد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد فترة شرح الله صدره لهذا الأمر، وبدأ مع بمشاركة عمر ومشاركة عدد كبير من الصحابة في جمع القرآن الكريم. اختاروا لهذه المهمة زيد بن ثابت. طبعا لماذا زيد؟ لأنه كان شابا، كان قويا، كان تقيا، كان إنسانا صادقا، كان من كتبة الوحي، وهذا أمر مهم جدا، يعني كل الآيات تقريبا مرت عليه وكتبها بيديه رضي الله عنه وأرضاه. اعتمدوا في جمع هذا القرآن على النسختين، على النسخة التي في الصدور وعلى النسخة التي في السطور، يعني يستطيع أن يزاوجوا بين النسختين. طبعا كانت الصحف التي جمعوا فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله في العام 13 للهجرة، ثم ذهبت تلقائيا بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وضعها عند حفصة بنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبقيت عند حفصة صدرا من ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن يعني في تسلسل التاريخ الآن وصلنا إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان في بداية عصره النسخة موجودة عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاه. ماذا قال زيد عندما كلفوه بهذه المهمة الشاقة وهي جمع القرآن الكريم؟ قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن، وإن كان يدل هذا على شيء فإنما يدل على تقواه وعلى ورعه وعلى خوفه من الله
وخوفه رضي الله عنه أن يخطئ في شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. سنجد أنه وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، وهي الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن هذه الآية التي وجدها عند أبو خزيمة الأنصاري التي يعني كانوا يعني يبحثون عنها. طبعا ما هي المنهجية التي نهجها زيد بن ثابت ومن معه ممن جمعوا القرآن الكريم؟ سنجد أنه أول أمر اتكأ عليه وحاول أن يفعله وهو التثبت والتحقق من كل آية تكتب وتجمع بين دفتي هذه الصحف، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الإشهاد، كان يشهد كل من يأخذ منه آية يشهد عليها، ليس تشكيكا في من أخذ عنه، ولكن حرصا وزيادة تقوى وزيادة توثيق وأمانة من زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إلى هذا العصر كان يسمى القرآن قرآنا ولم يكن يسمى مصحفا، لكن تسمية القرآن بالمصحف كانت في جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن عندما أصبح هذا القرآن بين دفتي كتاب سمي مصحفا. سنأتي الآن إلى جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سنجد أن الظروف بين عهد أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان مختلفة، الظروف مختلفة، وبناء عليه نحن قلنا بأن القرآن جمع في عهد أبي بكر لنبقى ذاكرين، لنبني على ما بدأنا به. إذن القرآن جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، النسخة موجودة عند حفصة. جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إذن لن يقوم عثمان بجمعه مرة أخرى، لكن سنرى ما هو الجهد الذي بذله عثمان بن عفان وما هو الداعي أو الباعث الذي جعله ينسخ القرآن الكريم. بالنسبة لعهد بن عثمان، عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سنجد أنه شهد اضطرابات كثيرة، شهد دخول أفواج من المسلمين في الإسلام من كافة البقاع ومن كافة الثقافات ومن كافة المناطق ومن كافة اللغات واللهجات، وبناء عليه حصل هناك أمر مفزع كان للمسلمين، لأن كل جماعة أو كل مجموعة تنتمي إلى فئة معينة، إلى قبيلة معينة، إلى منطقة معينة، أصبحت تقرأ القرآن بطريقة ما ويخطئ بعضهم بعضا. ما هكذا أقرأنيها رسول الله، يخطئ بعضهم بعضا. ولذلك سنجد عندما تفرق القراء في الأمصار واختلفت وجوه قراءاتهم باتساع الفتوحات الإسلامية، أدى هذا إلى الخلاف وكاد يودي بالمسلمين إلى فتنة لا نهاية لها. هنا عندما في غزوة أرمينيا وأذربيجان سنجد أن حذيفة بن اليمان هو من لاحظ هذا الاختلاف وهذا الشطط وهذا التنازع بين المسلمين، عندما رأى اختلاف وجوه القراءات في العراق، وإنفا للقراءة ولو بلحن، يعني ولو بخطأ يقرأ بطريقة ما يبقى عليها ولو كانت هذه الطريقة خاطئة، أيضا تكفيرا لبعضهم بعضا بسبب هذا الاختلاف البين والواضح، فخاف من التبديل وخاف من التحريف وخاف من أن يقال في القرآن ما لا يستحق وما ليس فيه، فأجمعوا أمرهم على أن يقوموا بنسخ القرآن الكريم من النسخة الأصلية الموجودة عند حفصة، فيبدأوا يقوموا بعمل نسخ عن هذه النسخة الأصلية لتكون مرجعا للمسلمين لتتوحد عليها ألسنة المسلمين. طبعا لو سألنا أنفسنا سؤال مهم جدا، لماذا لم تكن هذه الفتنة موجودة في عهد أبي بكر أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده قبل أو قبيل عثمان بن عفان ولاية عثمان؟ طبعا كانت الألسن العربية كانت على السليقة، وبما أنها كانت على السليقة فكانت بالفطرة صحيحة،
لكنه عندما تطرق إليها، عندما تطرق إلى الخطأ وتطرق إليها الزلل وتطرق إليها اللحن وتطرق إليها التقليد لبعض العجم الذين دخلوا على المسلمين، سنجد أن هناك كان باعث قوي وشديد جدا ليقوم بنسخ هذا القرآن وليعود القرآن الكريم كما كان باتفاق بين المسلمين على الحرف الذي نزل به القرآن. هو نزل على 7 أحرف، على هذه الأحرف من لغة قريش أو من نأتي هنا كما قلنا أنه أرسل لحفصة ثم لزيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وما اختلفوا فيه بينهم يكتب بلسان قريش. ما الفرق بين الجمع في عهد عثمان والجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قلناهم في طيات الكلام خلال الحديث أن الباعث هنا حروب الردة، والباعث عند عثمان اختلاف الناس والثقافات وكثرة وجوه القراءات. طبعا المصدر من أين جاء أو من أين كتب في عهد النبي في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو كتب على الرقاع وعلى اللخاف وعلى عسب النخيل، هذا هو المتوفر كان لديهم، لكن المصدر عند عثمان كان مختلف، كان هو النسخة الأصلية الموجودة عند حفصة وهو نسخ لما تم جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على حرف واحد لتلافي ما حصل من اختلاف وشقاق وتكفير ولحن في اللسان العربي. بهذا القدر نكون قد انتهينا من قصة جمع القرآن الكريم على باختصار وعجالة، جمعي في عهد النبي وجمعي في عهد أبي بكر الصديق وجمعي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. لنأتي الآن لترتيب الآيات والصور في القرآن الكريم. ما تعريف الآية؟ الآية في القرآن الكريم هي الجملة من كلام الله سبحانه وتعالى المندرجة في سياق السورة القرآنية. فالسورة القرآنية هي عبارة عن مجموعة من الآيات، فالآية هي وحدة في السورة. بالنسبة لترتيب الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة، وهذا دليل على أنه توقيفي، فكان جبريل رضي الله عنه وارضاه عندما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن يضع الآية هذه هنا وهذه هنا، بمعنى أي أنه كان أمرا توقيفيا من الله سبحانه وتعالى ولا يد لأحد في هذا، فهو أمر توقيفي بالإجماع. لماذا؟ لفعل جبريل رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا أنه كان يشير على النبي أن ضع هذه الآية هنا وهذه الآية هنا، كما أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة للآيات بالترتيب تدل على أنها كانت محل إجماع بأنها توقيفي من الله سبحانه وتعالى ولم يكن اجتهادا للنبي ولا للصحابة من بعده. بالنسبة لترتيب السور هو الذي وقع فيه الاختلاف، أما ترتيب الآيات ليس فيه خلاف. ترتيب السور في القرآن الكريم كانت تكون البقرة ثم العمران ثم النساء ثم 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 حسب ترتيبها في المصحف. هل هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء، هل هذا الترتيب الموجود الآن في المصحف هل هو ترتيب توقيفي كما الآيات، أي أن الله هو الذي وضعها بهذا الترتيب، أم أنه توفيقي أي أن الله وفق الصحابة، ولا هو منه توقيفي ومنه توفيقي، يعني من بعض الصور جاءت بأمر من الله فهي توقيفية وبعضها جاءت باجتهاد الصحابة أو بوضع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت توفيقية. سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى اختلاف العلماء طبعا على 3 أقوال. الرأي الأول منهم من قال بأنها توقيفي كما الآيات، فقال أن جميع سور القرآن الكريم وضعت من قبل الله سبحانه وتعالى ولا دخل لأحد في هذا الترتيب وهي توقيفية. الرأي الثاني على النقيض تماما هي التوفيقية باجتهاد الصحابة، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين رتبوا السور على هذا الترتيب وليس وقفا على الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من رأى أن جميع سور القرآن الكريم توقيفية من الله سبحانه وتعالى،
ما عدا سورتي الأنفال وبراءة فهي من اجتهاد الصحابة. هذه هي الآراء الثلاثة حول ترتيب سور القرآن الكريم. الآن بالنظر إلى سور القرآن الكريم سنجد أنها تختلف طولا وقصرا، وبما أنها مختلفة طولا وقصرا إذا أعطى العلماء أسماء لهذه السور بناء على طولها وقصرها، فنجد أن حسب تقسيم العلماء لها النوع الأول حسب ترتيبها أيضا في المصحف من الأطول إلى الأقصر، سنجد أن النوع الأول من سور القرآن الكريم يطلق عليه الطوال، والسور الطوال هي السور التي عدد آياتها كثير جدا مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ثم بعد ذلك النوع الثاني من السور وهو المؤون، ومن كلمة مؤون يعني مئة. ما معنى مئة؟ هل بالضبط مئة؟ ليس شرطا، مئة وحواليها، أقل بكثير أو أكثر بقليل، أقل بقليل أو أكثر بقليل، يعني المئة وحواليها. وهذه السور تبدأ من سورة الأنفال إلى سورة السجدة. ثم بعد ذلك أطلق العلماء على بعض السور بالمثاني. ما معنى المثاني؟ سميت بذلك لأنها تثنى في القراءة أو تثنى في القراءة، ومعنى ذلك أنه يتم القراءة فيها بكثرة من وهي من الأحزاب وحتى سورة الفتح. وأخيرا المفصل، المفصل سميت بالمفصل لكثرة الفصل بين السورة والسورة بالبسملة، وإن كان ذلك يدل فهو يدل على قصر هذه السور، فالمفصل أي السور القصيرة التي يفصل بينها وبين أختها سريعا بالبسملة. طبعا منها السور اللي في آخر المصحف كجزء عمة وما إلى ذلك. طبعا أطول آية في القرآن معلوم لدينا أنها آية الدين، وأطول سورة سورة البقرة. بهذا القدر نكون بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه قد انتهينا من محاور هذه المحاضرة. أرجع لأذكر تناولنا فيها أسباب النزول وفوائد معرفة أسباب النزول، أيضا تناولنا في هذه المحاضرة المباركة جمع القرآن الكريم في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك تناولنا ترتيب السور وترتيب الآيات واختلاف العلماء في ترتيب السور وأقسام السور في القرآن الكريم طولا وقصرا. بهذا القدر نكون قد انتهينا من محاضرتنا، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرة لاحقة. مع كل الخير، كل الدعاء، كل الحب لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.